ومش بس كده، دي هي اللي منظمه الحفله. كلام ايه ده؟ سلام عليكم. استنى خدني معاك، خدني معاك. انا جاي. سيداتي انساتي ساداتي، نشكركم على تشريفكم هذا الحفل الخيري، ويسرنا ان نبداه برقصه من الفنانه نجوى فؤاد. العمل ايه دلوقتي؟ قوم بسرعه يا نظف البنطلون. معقول امشي كده قدام الناس؟ عندك حق، لو حنان شافتك بالمنظر السخيف ده تبقى مصيبه. بنطلون بالكريمه يقلل من قيمتك في نظرها على طول. ممكن سيادتك تقلع البنطلون وتديهوني من غير ما حد ياخد باله. هتاخد البنطلون تعمل بيه ايه؟ انا ادفهولك وارجعهولك بعد 5 دقايق. ما بيتغنى. ما تخافش والله، ما تخافش. فكره كويسه قوي، فكره. معقول يا سام؟ اقلع اقلع بسرعة، ما تبقاش عوكيد. ما
ودلوقتي هنعمل السحب على نمر التذاكر، والفايز هيتفضل هنا عشان يستلم جايزته. صاحب الحظ سعيد، التذكرة رقم 36. دي فرصة سعيدة جدا، أنا والله العظيم مش مصدق نفسي. تصور حضرتك الواحد وشعوره لما هما بيضحكوا على إيه؟ أما نسمع إن ده ذوق صحيح غريبة، يعني إن واحد ياخد جايزة. تصور حضرتك يعني وبعدين بقى إيه الحكاية؟ أصل إيه؟ أصل يا ستي الحلاوة مش حلاوة الوش، الحلاوة حلاوة القلب. ثم إيه دي خلقة ربنا؟ عامل فيها إيه؟ أنا قصدي على الحفلة ورايح فين يا أستاذ مجدي؟ مكاني مش جوه. إزاي وأنت الفايز؟ لو قدام الناس بس، لكن بيني وبين نفسي خسرت كل حاجة. ليه بتقول كده؟ أعمل إيه؟ إذا كانت الظروف بتساعدني من ناحية وحظ النحس بيعكسني من ناحية تانية، وأنا بين الاتنين مش قادر أعمل حاجة. تعرف إنك إنسان غريب؟ يعني بحب. أنت بتحب الإنتحار. أنا؟ مرة رميت نفسك قدام عربيتي وكنت عدوسك، ومرة تانية عملت خناقة بسببي من غير لازمة، واديك شفت اللي حصل النهاردة. ايه الحكاية بالظبط؟ غصب عني. ليه؟ لأن يوم ما قلبي حب لقيت المسافة بينه وبين اللي بيحبها بعيدة قوي، قلت أقربها بكل اللي عملته لكن ما قدرتش. تفتكر في الدنيا كلها واحدة تستاهل حب بالشكل ده؟ انت حنان